الإشارة الفرنسية من أجل تلقي العلاج للإشارة. فالحارس إبراهيم زعل مستوى الظهر، وكانت له يعني حصة ودعه من خلالها الجمهور الرجوي. إبراهيم الزعري لم يشارك ولو في مباراة واحدة منذ قدومه في فترة محمد فاخر. نعم، نتمنى له الشفاء العاجل، نتمنى انه يعود الى الميدان لان السن مازال صغير، بامكان عنده وقت كافي للعلاج وكذلك.